عاجزاً عن دخولها. رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي يعود إلى التصعيد مجدداً بعد واقعة باب البرلمان فجر 25 جويلية واستجدائه للقوى الخارجية. الغنوشي يختار الهروب إلى الأمام بنبرة تحد باهتة كما وصفها مراقبون. البرلمان عائد بإذن الله، أحب من أحب وكره من كره. تصريح الغنوشي يعقب تصريحات أخرى قر فيها بالفشل، عزلة في حزبه واستبعاد من قبل المجتمع المدني التونسي. لم يبقى للغنوشي غير الوعيد والتهديد يقول مراقبون. هي مجرد أضغاث أحلام، لأن الرجل فقد كل شيء، حتى حركته التي كان يرأسها أول أمس وصرح بهذا التصريح حينها لم تعد تلك الحركة القوية التي حكمها عقودا وحكم بها سنوات. لم يجد حلفاء له في المجتمع المدني والأحزاب والتيارات، ويعرف جيدا أن لا مجال للعودة إلى ما قبل 25 جويلية. والله سأتعقبهم حيثما كانوا. تباطؤ الرئيس قيس سعيد في فتح الملفات العالقة وعدم وضوح منهجية الإجراءات اللاحقة قد تكون جرعة أكسجين لزعيم الحزب الإسلامي والدائرين في فلكه. هكذا راقب الشارع تصريحات الغنوشي مجددا المطالبة بمحاسبة كل من تورط في الإرهاب والفساد. بعد أشهر من الارتباك والتذبذب، رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي يصرح البرلمان سيعود لأعماله، أحب من أحب وكره من كره. فيما يجمع طيف واسع من المتابعين أن التصريحات لا تخرج عن دائرة التصعيد الاتصالي لرجل فقد الشرعية قبل المشروعية. بلال مبروك، الغد، تونس.